السيرتيفيكيت يعني هذا فخر كبير لنا ومهم كثير انه اخترتونا كاول من بعض وامل انه هذا السيرتيفيكيت يستمر. نشكر كمان مؤسسه البطاله اللي منحت هذه الفرصه. الكتب هذه بتصور انا بحكي شوي خارج السؤال، الكتب هذه وكتب الاطفال خاصه بعد ما شفت الاحتفاليه اللي صارت يوم الجمعه الماضيه بشعر انه العمل من خلال الاطفال هو المبنى الوحيد لنشر التوعيه ونشر الروح والامل لفلسطين. شفت الاطفال بفرح وسعاده مره يوم الجمعه وهنا عم يمارسوا النشاطات الفنيه المتعلقه باعمالهم، واضح صوتي؟ المتعلقه باعمال الفنانين والفنانات، وكان في يعني انبسطت كثير عم اجلس بقرب بعض من الاطفال واشتغل معهم شوي بالصلصال واحكي معهم، كانت اول تجربه بالنسبه لهم. وبشعر انه قد الفن هي وسيله مهمه للاطفال للتعبير. كتابه الكتب عن الفن هذه كمان وسيله اخرى لفتح الافاق وتجديد التجربه بالنسبه للاطفال، يعني هذه السلسله مهمه جدا. هلا بالنسبه موضوع القصة والطفل بالقصة، أول شيء أنا كان حوار كثير مكثف مع ابتسام صديقتي ابتسام خلال سكايب اللي بعملته أنا هون، وكانت كاتبة نص وقرأنا النص مع سوا وكانت في تعليقات. هي اختارت فترة الطفولة، اختارت فترة من خبرتي الفنية كفنانة مشتغلة فخار، ولكن رجعتها إلى مرحلة طفولتي في مدينة يافا، وهذا كان كثير جميل لأن أنا ما عشتش بيافا مضبوط، أنا من يافا بس حسيت حالي فعلا بهي القصة عم بمشي على شط البحر وبمسك الزلف والصدف وبسمع الأصوات الجميلة اللي بتطلع منها. التصوير كان يعني كمان هذا عامل آخر، كاتب ما بيعرفني ولا بيعرف فلسطين. لما طلعت على رسومات لأول مرة مستقبل من خلال الإعلان شعرت بتجاوب وتفاعل كبير كبير، شعرت انه هاي الي الصور، يعني هذه هي محيطي والواني وطريقة رسمي كمان، يعني انا كثير تفاعلت وتفاجأت قديش في قرب. ربما الشخصية الصغيرة بالقصة بتحكي عني، انا كنت خجولة كثير وانا صغيرة، كانت مبينة بنت شقية شوي بس فيها القصه كلها فيها جمال وتسلسل وفيها خيال وفيها الواقع والمنك من محل الواقع الى مناطق اخرى الى السماء الى الكواكب الى المجرات. انا كثير انبسطت اني اشتغل مع انه ابتسام كانت الكاتبه اللي اخترتوها لتكتب عنها لانه كاتبه عباره بصدق عن الحياة الفنية. هلا التجارب الثلاثة بين الفنان والكاتبة وأنا بين الكاتبة والرسام وأنا، هذا كان مكمل لبعض البعض شعرت، ومش عارفة خارج الصورة أو خارج الإطار. بشكركم كثير، مبسوطة أنا إنه أكون في هذه التجربة العظيمة لمؤسسة الأمل. عن سيرة حياة إمام الأبحر، والقصة الثانية المجرة التي صارت مجرة. وفي العملية وصلت إلى نصين مختلفين تماما بالسياق القصصي وباللغة القصصية. لأي درجة من السهل أن الكاتب في ذات الوقت يكتب باتجاهين مختلفين وينتج نصين مختلفين عن موضوع واحد عمليا، مثل تشكيليات انت عم تكتبي عن سيرة حياتهم قصة للأطفال في زمن قياسي، قديش كانت مهمة سهلة أو صعبة عليك؟ شكرا لك. سامعيني؟ أنا الحقيقة بكتب باللغة الإنجليزية ولكن لما إيش من اللغة العربية هي جذوري، يعني علاقتي باللغة العربية هي أحد جذور الفرح في حياتي، يعني مثلا في الأفراح باخذ قلمي وورقة وبقرا
بالعربي، شو ما تقدر احس بسعادة. لما انتاج مصير وقت 2000 مش صعب اذا خيالك مفتوح، خيالك الابواب كثيرة، تفتحي هذا برشيد هون، تفتحي باب ثاني وتفتحي اتجاه اخر. وهي احد الجبهات وقت الاولى اللي بعرف اعملها في كتاب باللغة العربية خصوصا، انه فتح دوافع الابواب في خيالك العربي وفي خيالك العربي. يمكن اخذني 20 سنة عشان افتح ابلش افتح ابواب في خيالي، بعد كذا مو ربما صرت ما عشت كثير في خيالي، لان الاحتلال يسكر بين بالخوف وبالحزن وبالالم، في لازم افتح كل هاي الابواب. لو فتحت حسيت اني بدي اخذ كل الناس اللي بدها يدخلوا كل القرى. بالنسبة للكتاب اللي بكتبين فكرت كثير عن تمام الفتح، انا قرأت قرأت تفسير تبعها وقلت لحالي أي شيء بيوقفني وبيخليني أبكي أنا بعتبره معنى، أي شيء يعني بيمسكني وبيقصدني بفت، لا إيش بيستفزني، بياخذني لجذر جوالي أكثر من عقلي، بياخذني لقلبي أنا بعتبره معنى. فالقصة اللي راح تزور دارنا بس ما عملهاش معنى تزور دارنا، أنا مجرد اني قرات القصه حسيت كيف لما بيجي على شخص مثل جون، حسيت زي كيف في قصه اسمها لمن تري، كتبها واحد كاتب اسمه سيدي دولن عن شخص فلسطيني راح وصار في قصه عن العربي، انه كل فلسطيني وين ما كان بيعرف انه حاول يلتقي مع نفسه او مع قاربه او مع احد اقاربه او مع جزء من حياته حدا مات. كل فلسطيني بيعرف هاي التجربة، حسيت إذا أنا بكتب عن هالي، بكتب عن هالي قبل ما أكتب عن تمام الأبحاث، وبكتب عن تمام الأبحاث، بكتب عن كل فلسطيني، يعني أنا حسيت هذه الجمال، حسيت بدي أحكي قصة اللي مين بيقراها يحس بشو حالك فيها. كمان كان في عندي غضب إنه ما دخلتهاش على بالنا، حبيت إني أخلق عدد القصة، لأنها فنانة، خليت كل الألوان تنسحب من المنزل ومن يافا. فالقصة بتصير إنه لما تسمعناش تدخل الألوان، كل الألوان في يافا في منزلها تصرف من الضوء في المنزل في يافا، كل منسحب معها، بتصير دموعها تنزل مثل الألوان النبيلية، بتصير من حجر الأساس بتصير حجر الأسد، ولما هي تتبع صار يافا مثل الألوان. أنا حسيت هذا عدد الفن في القصة. لما جيت للقصة الثانية اللي قصة جبل سارة مجرة، أنا حسيت إنه قرأت عن غيرة تماما، أو يمكن أنا كنت ممكن أقولها أيضا بدل غيرة تماما، لأني كنت عارفة ولدت كتبت عن اثنين أخ وأخت فنيين، يعني هي بتكون كثير من الشباب، ولكن من أجل عارف العدد بشوفه متوازن، كتاب انه بالنهاية طبعا غير تماما. اللي شفته بشغلها شفتها كثير بشغلها انها معنية بالقرية، معنية بالفخار، معنية بالشجر الزيتون، معنية بالاشياء اللي الناس للاسف تقول عنها اولد فاشن. فانا زعلت يعني في النهاية حسيت إن الاحتلال أوصلنا إلى منطقة نبنى فيها جذورنا، فصرنا بس إحنا الأشياء اللي الناس في الآخرين يوافقوا عليها منا إحنا بنحكم وإحنا كمان هنا، ونسينا الأرض اللي واقفين عليها، الطين والخالص والتون ومين كنا، نسينا جذورنا. فلما بلشت أحكي مع أخينا كان بينا حوار 3 ساعات أسكايب الليل بالنهار، بعدين جيت في نشتغل ويجي كل اللي بيجي بقول لها طب بلا شيء كلمة نشتغل. القصة جبل صارت مجرة بالعنوان أنا بنتعامل مع جبل فيرا، وفيرا ليش اسمه العنوان؟
فعملت مجال الاتصال في مجال والروح تبعت العمل والقصة انه اللي ما عندوش جابة او اللي محترمش الجابة اللي هي بنية ودائما معفرة وحتى بالويل يعني مش ممكن يصير عنده مجال يعني اذا بتقرا القصة بتشوف انه جابة في طبعا غير عن ما ممكن اصنع جابة حسب كيف تسمع المحلية جدا من الجيكوتين الخاص من الجبل وبعدين تعمل من الزي وبعدين تنسيف وبعض من الفلسطين وبعدين تعمل من الدنين وتعمل من العنو وتعمل من الإنسان يعني هاي جربة يعني من خلقات فأحبك نحط كيف يعني معرفة كيف أحط هذا الطفل أي شخص أي طفل يحب يسمع جربة أنه ما يدهش هذا الفلس لما في صفحة صديقة في كل المعلومات أكثر من تصويرها اللي بيسموه طبيعي لأنه
حميته كثير كبيره واللي لسه بستخدمه عم بعمله وشه حلو انا مش عم بقول عاطله بس لكن في مستقبل في اللغه لغه التشكيل راح تتوسع وراح تعطي كمان للبني ادم اختراعات اللي هي راح تساعد الانتاج احنا الاختراعات اللي بتطلع من الرسم بتساعد البني ادم فانا كثير مرات بهالاسبوعين الماضيين لما قدمت افكار قلت للموجودين تذكروا انه الحرف اولا انخلق بالرسم بعدين المنظور انخلق بالرسم وتقسيم الالوان انخلق بالرسم وتوضيح الاقتصاد بهالاسماء الجرايد انخلقوا بالتجريب ففي اشياء بتنخلق بالرسم والرسم والكلمه بيمشوا مع بعض حتى ينخلقوا الامور فالتجربه كانت من ناحيه انه بيكون لما تعلموا تتعلموا انتم نفسكم اكثر فانا تعلمت قديش ساعد تفسير التجريب للاطفال ولكن بذات الوقت بحس انه الاطفال لما تحكوا لهم شيء بتضل كانها بذره بتذكروا وانا بلاحظ انهم هم واعيين وبحب اتعامل معهم لانهم مش اطفال لسه ما بفهموش انه هو بيفهموا كثير اكثر من ما هو مبين عليهم انا بتذكر لما انا كنت صغيره كنت احس انه انا الساميه الداخلي هلا كانت ساميه داخل عالم من زمان كمان زاد الساميه وكنت اطلع على الاشياء وافكر فيهم بس ما احكي كلمه عاكس اللي عم بقول اياها مع ذاتي بس كان الاشياء تدخل بمخي من انا وقت وانا صغيره ابوي كان يضل يقول لي عنيده لانه مش بدي امشي على افكاري بدي امشي على طريقي وهذا الشيء مهم من ناحيه الفن لانه كرسام ما حدش كان سامع عندي لمده 50 سنه وانا اشتغل وادرس وامشي الى الامام بالرسم، فالرسم بده جهد مش انه واحد عنده موهبه وخلص بتصيروا رسامين، فهي شغل هي بحث هي علم وبنمشي الى الامام مع هذا العلم، فالاطفال اللي بحبوا يرسموا بدهم يكونوا رسامين لازم يفهموا انه هذا علم كامل وواسع وسعيد والحياه كرسام صعبه لانه انا ما عشت من وراء رسمي حياتي كنت يا اعلم يا اعمل شيء ثاني حتى احصل على معيشتي شكرا يعني تشغلنا دائما فكره تزاوج الفنون باعتقادك بيقدر الفن يرسم سيرتنا البديهية زي ما استطاع الأدب أنه يكتب السيرة الفنية لبعض الناس بتحسي أنه ممكن فنان يستطيع في يوم من الأيام يحول سيرة حياتك أو جزء منها لعمل فني مين ممكن تختاري من هاي الأمور؟ أكيد الرسم لغة كالكتابة كالأدب طريقة والفن وانا فعلا بآمن بفراسة الفنون يعني انا بشتغل مسرح بشتغل كتابة للمسرح بشتغل كثير مع الاطفال مع الشباب اليافعين بالمسرح ليش بتشجع الشباب على المسرح والاطفال لانه بيعرفوا انهم يقروا النصوص الابدية عشان يمثلوها لانهم بحبوا التمثيل بحبوا الشهرة بحبوا يكونوا يطلعوا قدام الناس ويمثلوا ويغنوا فأكيد بآمن بتراسل الفنون واللي احنا عملناه خلال هذا الأسبوع جميعا هو تطبيق لهذا المبدأ إنه اللغة تتزاوج مع الفن ومع الصورة ومع الرسم ومع الغنى ومع الموسيقى فتراسل الفنون هو جدا مهم في الفن وفي الحياة وفي التعليم وفنأمل أن هذا
بين الفنان وبين الطبيعة، حبها للطبيعة. حاولنا نطلع من كتب الكتب كمان فينا نفس الشيء، هذا العلاقة بين الفنان وبين الأرض. الشرايين او مثل الاخرى الطرق والشوارع، يعني هاي كلها بتحث على العقل النقدي اللي بيشوف هذا التوازن، هذه المقارنات، هذا الاناليسيس، البحث، بنسمي عن البحث في الطبيعه، بين الطبيعه، الحياه الطبيعيه وحياه الطبيعه، وايضا الحياه اليوميه. سؤالنا للأسف ما قدرت تيجي، وبالتالي موجودة معانا، أكيد موجودة معانا بروحها وبأعمالها. ونفس الشيء الحلاج، الحلاج طبعاً متوفي بس إحنا على تواصل مع عائلته، وبالتالي كمان هو رح نوصل لعائلته اليوم يمكن الشيء البسيط اللي بنقدمه بهذا الإطلاق، فإحنا كمان رح نوصل للست تمام ولعائلة الحلاج. شكراً جزيلاً لشركائنا بالمشروع هدى الشوبة والست سامية والست فيرة والست ابتسام، أظن مجهود مشترك لإلنا، وبتمنى السنة الجاية كمان الحلقات تكون مستمرة لفنانين وأسماء كمان حتى وأكثر فلسطينية. سيدة سامية الله علينا بس دكتور هي كمان انه فنانه شاذه، يعني لعبت شيء لناس حلبي، وحاولنا ما بعرف لناس حلبي كمان هي بتطبخ الاشياء ناخذ صورة معلش. عاطف بناء الدكتور عاطف.